السلام عليكم. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، جولة جديدة من مدينة بركان. تبارك الله، من بعد ما طاحت الشتاء يلا واحد 5 دقائق من اللي ريضت وخرجت قلت ندير لكم واحد الفيديو. واخا الصراحة راني عيان شوية، مانيش قادر نهضر، غادي ندير مجهود باش انني نهضر. المهم نتمنى تكونوا مزيانين نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. هذا مرحبا بكم في صفحة وقناة اليماني. المدة هذه ما درت لكم شي فيديو حيت كنت عيان شوية الصراحة. المهم نشوفوا الاجواء في مدينه بركان من بعد امطار الخير. شوفوا تبارك الله الجو في البدايه، تبارك الله الجو خضار شويه، وهذا الربع اللي في الوسط شوفوا خضار. ها هي الاجواء في مدينه بركان، اللهم بارك. المدينه البرتقاليه، تحيه للامن، ما شاء الله الاجواء. كاين شويه ديال البرد، المهم الكسوه نتاع المشتى اللي كنا ديناها ولينا جبدناها عاوتاني. المهم اخوتي غير سمحوا لي على الطريقه باش انا كنهضر، راني كنعاني باش انني نهضر. المهم ها هو وصلنا للوسط المدينة، كاين هنايا الليمن ديالي العمالة، هنا الله يسر كاين بعض الرسومات. تحية للشباب مدينة بركان، شوفوا ما شاء الله. هنا وصلنا للوسط وقلب مدينة بركان. انت غادي الضوء ما درتش السينية. ايوا تحيه للناس مدينه بركان اللي توحشوا مدينتهم، تحيه للناس عاوتاني الجاليه اللي في الخارج توحشوا مدينتهم. ما عرفتش واش هاد العام غادي يزورونا ولا ما غاديش يزورونا، واش غادي يجيو يعيدوا معنا ولا حتى الصيف. وكذلك عاوتاني الناس بركان اللي في دايهم خدمه ولا دايهم المدن اخرى، تحيه ليهم ومرحبا بهم في هذا الفيديو. هذا تحيه لكاع المغاربه كاملين اللي كيشوفوا هذا الفيديو ديالنا، هذا مرحبا بكم معنا حضينا. نتمنى نكونوا نقدموا لكم شي حاجه مزيانه. المهم ليسانس اخوتي نعطيكم الثمن ديالو، راه داير 14 درهم فاصلة 31، والمازوت داير 11.88. دروك غادي نوصلوا هنايا السيدي حمزة بركان، راهم يعدلوا هنايا واحد بحال نصف كرة ولا بحال كرة، صراحة ما عرفتش هاد الديكور واش غادي يكون، ولكن حتى يكملوها ان شاء الله ونجيو نكتشفوا. ندورو من هنايا، نمشيو مع واحد الطريق من هنا كتعجبني الصراحة، جاية على الواد ومخدومة مخيرة. شفتو الأرض عاد فيها الماء. تحية لهاد مول الضافية، حيت ملي شاف الكلتا نقص باش ما يرشش هداك مول الموبيل، تاع اللي ما يعقلش عليه. ودايرين عاوتاني حتى الناس اللي كيبغيو يديرو الرياضة ولا المهم، هاد تقريبا هاد الطريق اللي عليا من ديالي غادي أصحاب الرياضة اللي بغاو يجري ولا بغاو يتمشى ويديرو لاماش. أو ميم طون دارو لهم هنا هاد، هاهما شفتوهم كاين هنا 2 4 6 8 10 ديال الالات الرياضيه اللي بغي، وكاين في الارض الطابي. داكشي رائع الصراحه. ايوا صافي هنايا غادي نخرجوا في السوق ديال الجمله، وعاوتاني نخرجوا فين ردوا ماكلاتي ديال اللي كانوا في المرشي، ومن بعد المرشي مشاو للمصلى، والمصلى جاوا هنا. اللي بغى يضرب الشواء ولا يضرب معقوده ولا يضرب شي حاجه يجي هنا. وها المهم راني كنت طالع مع الطريق تاع ولوت، وبين وصلت هنا قلت نصور لكم هاد الكلته. هاد صبروا نزيد شويه لهيه باش تشوفوا الكلته تاع ولوت كي دايره. ها تما واحد البراكه ولا تجر تاع الماء ولا ما عرفتش هذاك، شفتوا فين راه؟ همك نورمالمون كان الماء كيمشي من هنايا مع الطريق. انا قلت راه سبت الشتاء غادي تكون الدعوه عامره بالماء. فوالا هما الاجواء من هنايا، تحيه للناس ولوت فين ما كانوا. كيفاش ما ناضش ولوت كي والو؟ واه انا جيت هنا صحاب لي يكون فيها الماء. المهم راني كنت مولي عاوتاني ووصلت هاد السوق المغطى اللي داروه هنايا، وقلت حتى هو نصور لكم عاوتاني نبارطاجيه معكم. هاد الطريق اللي كتدي للثانويات بعيده ديال القدس. تحية للناس اللي قراو في ثانويات وإعداديات القدس.
ايوا هنايا العاصمه بوركشار الاقواس. هنايا مسجد ابي بكر الصديق. هنايا هذا الورد جميل.